العنوان الجلسة هو التكنولوجيا المساندة وعملية الدمج داخل الغرف الصفية، وكيف إحنا ممكن بالأخير رح نحكي رح نتعرف على إيش النيو تكنولوجي اللي ممكن إحنا هلأ نستخدمها، وكيف إحنا ممكن إنه نسهل هاي العملية، نسهل عملية المعلم داخل الصف. بس أول إشي رح نتعرف مع بعض عن مين عم نحكي، ولأنه في يعني بدنا نحاول نعرف إنه إحنا عن مين عم نحكي، وعلى أساس نعرف كيف أصلاً بدنا نسهل ونسهل لهم العملية هاي. لقينا إحنا بناء على دراسة عملناها هلأ لمدة سنة، لقينا إنه في قلة معرفة بتعريف اضطراب التوحد، مش بس بالأردن ومش بس بالبلاد العربية، بكل دول العالم. فعشان هيك رح نبلش شوي شوي بالجلسة نتعرف عن مين عم نحكي، وعشان نضلنا داخل إطار الجلسة إحنا عم نحكي عن طفل قابل للدمج موجود داخل الغرف الصفية. فإحنا ما عم نحكي إنه كيف أنا أم بالبيت عندي ولد عمره سنة ونص سنتين وحاسة ما لقي شيء وبدي أشخصه، مين يشخص، وين بدي أروح أشخص، وندخل بالكلينيكال سايد أوف إت. بس بمر عليها على السريع، بس مش رح نوقف بالتفصيل عن موضوع التشخيص والتقييم وكل هذا الحكي، لأنه بده وقت كتير، وبالنسبة للتشخيص مش أنا الشخص المختص اللي لازم يحكي بالموضوع. أوكي، بس منمر عليه، إذا في بعض التساؤلات على السريع مش مشكلة منجاوب عليها. أوكي alright. أوكي، التكنولوجيا المساندة في تحسين مهارات التعليم للطلاب ذوي سمات اضطراب التوحد. التعليم الدامج رح نتعرف هلأ هون إنه إيش إحنا رح نتعلم بنهاية الجلسة، إيش رح نكون رح نعرف. رح نتعرف على مفهوم الاضطراب الطيفي التوحد وتعريفه، أهم المهارات اللي إحنا كمعلمين داخل الغرف الصفية أو اللي عم نشتغل مع الطالب اللي لازم تكون موجودة عندنا، الأساسيات، ومين اللي لازم يشتغل مع هذا الطفل، مين يعني مسموح له انه يتعامل، مش اي حدا مسموح، ودور المعلم داخل الغرفه الصفيه، هل هو دوره ولا لا دور حد ثاني، وايش دوره وايش المهام اللي هو لازم يكون يتقنها عشان احنا نقدر نوصل لعمليه الدمج بشكل ناجح. رح نحكي عن التحديات اللي موجوده وهي كثير كثير كبيره. اوكي، ورح نشرح كمان انه اهميه تطوير المناهج، كيف ليش لازم نطور المناهج عشان تتلائم مع الاحتياجات، وقديش مسموح نطور فيها، وكيف بدنا نعمل هالموديفيكيشنز، وقديش وامتى، وليش مرات مش لازم نعمل تطوير للمناهج، وليش لازم تكون كل إشي ديزايند مصمم لكل طفل حسب احتياجاته. يعني المدرسة إذا هي مدرسة فيها inclusive education، يعني فيها تعليم دامج وعم تاخذ الأطفال، مش يعني خلص هاي البرنامج وهاي المادة وهيك عدلناها وهيك رح تمشي للكل، ما بزبط. عشان هيك هو كتير صعب، عملية الدمج عملية كتير صعبة لكن ممكنة إذا توفرت كل الأساليب والوسائل، وإذا توفر فريق متكامل اللي قادر إنه يدعم بعض to support each other، إذا ما في أي سبب يخليها تفشل، لكن هي ممكنة. ورح نشوف كمان success stories إنه كيف قدروا الأولاد إنهم لما تهيأت لهم كل إشي قدروا إنهم يوصلوا لهون. أوكي، هلأ بدنا نبلش نحكي عن المعرفة بالتوحد. أوكي، رح نعمل إكسرسايز بسيط بينكم وبين بعض، وبينكم وبين بعض خدوا دقيقتين مع بعض، احكوا هون هيك كل إشي بتعرفوه منيح، أو لحظة، كل إشي بتعرفوه سلبي عن التوحد بينكم بين بعض، واكتبوهم على ورقة، رح أعطيكم دقيقة، وإنتوا هون احكوا كل إشي بتعرفوه إيجابي عن التوحد، وبينكم بين بعض هيك بتقدري تختاري إيجابي ولا سلبي، إيش بدك؟ لا وحدة، لا قد ما بدك،
سلبي. بتحبي سلبي ولا إيجابي؟ تحبي تيجي هون معها تكونوا تيم لأنه رح نعمل أكثر من إكسرسايز. أوكي، إذا هون رح نرجع نحكي سلبي. أوكي طيب، خلينا نشوف هلأ كلنا مع بعض. أوكي خلص، عم تاخذ وقت أكثر. رح نكتب هون كل السلبيات اللي منعرفها كمجتمع عن اضطراب طيف التوحد: حركات نمطية. أوكي، صوت مزعج. حضرتك في إشي تحب تشاركنا فيه؟ إيش كمان؟ إيش كمان؟ عدم التواصل البصري. اهلا، بتحبوا تيجوا هون؟ الطاولات مجهزه هون. إيذاء الذات. إيذاء الذات. في شيء كمان انت؟ تكسير، تكسير وتخريب. ضل اي شيء سلبي بتحبوا تزيدوه؟ نشاط حركي. حركات، اوكي، نشاط حركي. في إشي تاني هون سلبي؟ لا، احنا بنحكي سلبي. اوكي موافق، خلاص منيح هيك. طيب ثانك يو كثير. بتحبي تكتبي إشي تاني؟ اوكي شكرا كثير. خلينا نحكي كل إشي ايجابي بنعرفه عن اطفال اضطراب طيف التوحد. مين بحب يشاركنا؟ IQ عالي، ذكاء، ذكاء عالي. أوكي، إذن أوكي، قابلية التدريب. أوكي بليز، بتقنوا مهارة معينة، إتقان مهارات. تفضل. هلا بنحكي، خلينا نكمل هالاكسرسايز ونشوف. خلينا احنا هلا رح نشوف ونحكي بكل شيء. اوكي تفضلي بليز. هلا انا ما بعرف اذا هذا ايجابي او سلبي، بس انا بعرف بالنسبه للاصابه في الاناث هي اكثر من الذكور او العكس 3 to 1. بس مش صفات، يعني احنا عم نحكي ايش صفات. هلا رح نحكي بالانتشار كمان بليز. سو بتقنوا اللغة، إذا حكوا لغة يتقنوا اللغة، إتقان اللغات. أوكي. هل أوكي. عدوانيين بتقولوا؟ لا مش عدوانيين أبداً. أنتِ كمان بليز احكي. سو مش عدوانيين، بحبوا الناس. أوكي. مسالمين. اوكي بس هاي مهارات. هم كأطفال لطيفين، لطفاء، بيضحكوا، مبتسمين، بتحبوه، بتحبيهم، محبوبين، محبوبين. اوكي محبوبين. اذا عندكم اجابه معلش بنحطه اذا بتحبوا تشاركونا. هادين. شوفي هون قالوا كثير مزعجين، هون قالوا هادين كثير، هادين كثير، بحبوا يكونوا لحالهم. اوكي ما في اي. لا عم بتغشوا. ممكن اوكي ما بيعبروا عن مشاعرهم بشكل كبير. وشدنت هون. اوكي هلا بنحكي عن التعبير عن المشاعر. هلا بنحكي، بس احنا هلا بنحاول نشوف في الهاي. اوكي في اي حدا بحب يضيف اي شيء؟ هلا بنحكي. طب نحكي هلا، احنا بنحكي بشكل عام. اذا انت بتعرفي واحد او عشرة، ايش بتعرفي بشكل عام؟ ما عم نحدد بس هيك.
بتحبي تيجي هون في محل فاضي عشان تكوني معنا لأنه عم نشتغل بمجموعات أو هون؟ آه بليز. أوكي خلاص. بتحبي تضيفي أي إشي بتعرفيه سلبي أو إيجابي عن بتعرفي أي حدا عنده طيف توحد؟ ما بتعرفي إيش إيش في إشي ما بتعرفي بس بتعرفي عن التوحد؟ شغلة إيجابية بتعرفي عنه؟ ولا إيش بتعرفي؟ ما بتفاعلوا. أوكي هلا زي ما شفتوا ثانك يو شكرا كثير. اقول لكم ليش عملنا هذا الاكسرسايز لانه احنا قلنا في شويه عدم معرفه باضطراب طيف التوحد او في معرفه خاطئه. هلا رح نحكي شفتي ليش منيح اني غيرت على فكره. زي ما انتم شايفين اول شيء في في عدم معرفه وفي عدم اتفاق على شيء واحد مزعج لا هادي عدواني لا كثير محبوب شكلا ايش بتشوفوا في لهم اي شيء بحد حلوين وهيك صح؟ اوكي سو من الشكل ما بنقدر نقول هذا الطفل ذوي اضطراب توحد. زي ما انتم شايفين وبعرف انه الاعلام للاسف عماله من الاعلام المعلومات توصلنا بتخلينا خايفين وعندنا فكره خاطئه عن اضطراب طيف التوحد وبنعرف عنهم انهم مزعجين وانهم بكسروا وانهم بيأذوا حالهم وانهم ما بيحكوا وانهم وهم بس بنفس الوقت هم بيقدروا يعملوا كثير اشياء. شكلا ما ممكن يعني شكلهم كلهم حلو باي ذا واي يعني كلهم محبوبين ودائما بيحكوا. اذا انت عرفت طفل واحد عنده طيف توحد او اذا رحت زرت سنتر او شيء يو ويل جيت اتاتش ما في بتصفي انه قديش بيجي عندنا احنا لانه جمعيه بتضلهم يحكوا انه ما قدرنا ما نرجع ما قدرنا وبيجوا بصفي فيها الكونكشن اللي بينهم. فاذا هم at the end of the day يعني بالاخير احنا بنرجع لحريات وحقوق human beings لهم الحق في التعليم في الصحه انهم يكونوا عنصر فعال بالمجتمع ككل. عشان هيك لهم الحق انهم يكونوا بالمدارس ولهم الحق انه كل الجهات تشتغل على انها تهيئ لهم هاي البيئة الدامجة لإلهم. إذا بيكون في عنا نبتة بالبيت ومش عم تنمو منيح ومش عم تكبر منيح ما منكبها يا منغير التربة يا منغير موقعها منغير البيئة اللي هي فيها منحسن منها منحط لها فيتامينات منزيدها مي منجيب لها شمس أكتر بس ما منقيمها ومنكبها ومنعزلها عن كل المجتمع. وهذا أساس اللي رح نحكي فيه إنه الحق بإنهم يكونوا موجودين معنا مش بس بالتعليم الدمج مش دمج مش بالمدارس دمج مجتمعي بشكل كامل. اوكي شمول اللي هو عم نحكي احنا عمليه الشمول على اساس انهم يكونوا مشمولين في كافه انحاء المجتمع. اوكي هذا الموضوع كثير مهم لإلي فشوي بغاوز وبطول فيه شوي. خلينا نحكي عن خرافات وحقائق. قلت لكم غيرت السلايد فشوي عم نحكي انه التوحد هو نتيجة خطأ من الأهل أو بسبب الأم. بس هيك الناس كلها بتحكي، الأم لأنها أرجلت الولد إجا عنده طيف توحد. لأنه الولد الأم لأنها كان طالعة من البيت صادنا هيك، أوكي. التوحد وباء أو معدي؟ هل هو وباء؟ أوكي. قد يشفى الشخص من التوحد. أقول لكم إشي ما تجاوبوا فكروا 15 ثانية وما تحكوا لي خلوه في عقلكم أوكي عشان ما نأثر على بعض بالأجوبة. أوكي التوحد هو تخلف عقلي أو جنون. بعض الأطفال المصابين بتوحد قد يكون لديهم قدرات إدراكية أكثر تقدماً من الأطفال ذوي التطور الطبيعي وهون نرجع نحكي ذكاء عالي. لكن مش لازم نعمم. ممكن يكون واحد من بين كل 100,000 عنده ذكاء عالي لكن عشان هيك كتير كتير مهم إنه إحنا نكون مش نتوقع البار تبعنا يكون بالسماء إنه خلص ما هو هذا عنده توحد يعني خلص هذا الآي كيو وتوقعات بتصير بالسماء وبصفي من بصير في عنا انه اوكي لا ليش مش عماله بصفي احنا اصلا التحدي تبعنا بصير اصعب. من الاقل ما لها دخل بالاي كيو
الاي كيو الكل. هلا بدي اقول لكم حتى اللي ما عفوا بس اللي حتى صعوبات التعلم اللي عندهم صعوبات تعلم في المدارس ما إلها اي علاقه بالاي كيو تبعهم. يعني ممكن تلاقي ما بعرف مين حضر الجلسه الافتتاحيه امبارح، الاي كيو بالسماء لكن التحصيل العلمي مش منيح. فذات داز نوت ديفاين مين الولد وين هو. يعني عرفتي شو قصدي؟ صعوبات تعلم مش مربوطه دغري بانه الاي كيو عند الولد واطي، ما دخل. الذكاء قصدي، معلش انا عم بحاول قلت لكم بليز اذا اف ذا انجلش از با سو عم نحكي انه الذكاء او انه هو التحصيل تبعه مربوط فيه، لا، لانه شفنا امبارح انه في ناس ذير فيري كرييت يعني عندهم كرياتيفيتي وهيك، بس بالتحصيل العلمي الاكاديمي عم بحكي انه ما عم بيعملوا منيح، بس مش معناته انهم هم ما عندهم هاي القدرات الثانيه، وبتختلف من كل طفل للثاني. ابدا 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 وي كانت، ما بنقدر نعرف. اوكي اقول لكم شيء، راح احكي شيء واحد بالضبط، راح نحكي شيء واحد وعلى اساسه كل الجلسه. اذا انتم بتعرفوا طفل واحد عنده اوتيزم يعني انت بتعرف طفل، اذا بتعرف خمسه يعني انت عرفت خمس اطفال مختلفين، ما في ولا اثنين زي بعض. عشان هيك التعميم كثير صعب، وكثير صعب انه يكون في برنامج واحد للكل بيمشي على الكل، لكل ولد individualized educational program and IEPs. عشان هيك كل واحد قدراته غير، البيئه اللي هو فيها غير، الاهل عم بيشتغلوا معه ولا لا بياثر، كل شيء بياثر. عشان هيك it's very hard لكن اكيد بنقدر. تفضل. هلا رح نحكي، عشان هيك بنحكي انه ما بدنا نعمم كلهم عندهم ذكاء خارق، كلهم لا، كلهم عدوانيين لا، كلهم. عشان هيك عم نحكي ما بنقدر نعمم بالأتقول. يعني ما في ولا إشي بقولنا انه الذكاء عند لا لا. هلا لانه هم هلا بنحكي على الاعداد، زي ما انتم شايفين عمالنا بنحكي هون انه عم بكبس غلط. اوكي الاهل ما بيسببوا، هو حاله فرديه لا يمكن الانتقال من شخص لاخر، لانه عندنا احنا من التحديات بعمليه الدمج انه الاهل اهل الاولاد الباقيين ما بيقبلوا انه يكون في طفل عنده توحد داخل الغرف الصفيه. وكمان زي ما بالنسبه هل يشبه يمكن تحسينها بالنوعيه والعلاجات المختلفه. هلا لانه بالعربي في كلمات شوي ترجمتها من الانجليزي العربي شوي بتكون انه هيك. هلا احنا ما بنحكيش مرض، بنحكي اضطراب. علاجات هون المقصود فيها اللي هو ثيرابي اللي هي مش طبيه، ما عم نحكي بالضبط. اوكي بس عشان نكون واضحين فيها. نسبه الانتشار اذا بتشوفوا قديش بلشنا احنا، كانت النسبة واحد من 150,000، واليوم النسبة طلعت قبل سنتين آخر ريسيرش دراسة أطلقوها بالولايات المتحدة بتقول إنه واحد من كل 68 طفل هو طفل ذوي اضطراب طيف التوحد. في دراسة من ييل يونيفرسيتي عم بتقول إنه موجودة أونلاين كمان الريسورسز بقدر أبعت لكم إياها، إنه بال 2025 نص الأطفال في الولايات المتحدة رح يكونوا أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. شايفين قديش نسبة الانتشار مرة واحدة صارت سرعة. ما رح نحكي ليش زادت وإيش سببها وهيك، هاي لحاله بده أربع ساعات يمكن بس نحكي على الموضوع. رح نحكي، رح ابعت لكم من وين تاخذوا المعلومه لانه كثير مهم. الانترنت عليه وشفته امبارح كمان بالهيك وير دو يو جيت يور انفو فروم، يعني في كثير كثير رونج انفورميشن اونلاين، ولازم نعرف من وين احنا عم ناخذ المعلومه تبعنا ومن المصدر والمرجع تبعنا بالنسبه للاوتيزم سبيشلي. لانه كل اهل في بيت كان عندهم حاله وجربوا شيء وزبط معهم حطوه ريسورس اونلاين، بس هو ما بزبط مع كل حدا. فذيس از واي كثير مهم، وصار في كثير مؤسسات وجمعيات وبروجرامز بالعالم اللي بتقول، يعني احنا رح نحكي ايش المثبت علميا that helps and helps kids، يعني اللي بيساعد الاطفال انه تطور قدراتهم
عالميا ايش المثبت. في برامج ثانيه مسانده ممكن، بس قديش النسب اللي عم نحكي عنها؟ رح نحكي بهذا الموضوع. التعليم الدامج رح نحكي، تفضل. هلا رح نحكي في هذا الموضوع، رح يجي بالضبط. هقولكم إشي، شو رأيكم إنه نمشي شوي بالجلسة وبعدين كل الأسئلة مرة واحدة؟ بالنسبة عادة بسأل كل بلد إيش القوانين بالنسبة لكم. بالنسبة للدستور الأردني هو بنص على إن التعليم هو حق لكل طفل أو مواطن أردني. الجديد سيدنا واقع على القانون الجديد لذوي الإعاقة اللي هو قانون رائع وكتير كتير منيح، وضمن لهم كتير كتير حقوق، وأهم إشي هو الحق في التعليم. وزارة التربية والتعليم طلعوا كتاب لكل مدارس الحكومية عم بطلبوا منهم يزودوهم باحتياجاتهم من مربي التربية الخاصة على أساس يدربوهم ويصير في عنا تعليم دامج. صعب، بده 3-4 سنين أظن لنقدر نوصل لتدريب مؤهلين وتدريب معلمين، ونشتغل توعية على الأهالي وعلى الطلاب داخل المدارس، ونجهز الوسائل. بس إن شاء الله hopefully maybe in 4-5 years يعني إنه نقدر نوصل لهون. هو طبعاً بيعطي الطالب فرصة ليكون مع الطلب الآخرين، ممكن إنه زي ما قلنا ممكن منهاج نفسه وممكن نعدل بالمنهاج، وفي أساليب كتيرة وطرق كتيرة اللي ممكن تساعد في هاي العملية، هلا رح نحكي عنهم. برافو، بليز. كثير مهم. هلا رح نقول لكم، اصلا احنا كان لازم حكينا ايش هاي الرولز اوف ذا سيشن، بس احنا بنحترم راي الكل، زي ما قلنا لانه الموضوع شوي مش خلص هيك هيك بنعمل هيك، في لسه عليه ديبيس لانه لسه ما في عليه دراسات اناف. اللي بتحكي اكيد 100% صح، انا مع انه اي حدا وين موقعه موجود بشيء بسيط ممكن يساعد انه احنا نوصل لعمليه تعليم دامج خلال سنين بخطوة بسيطة، إنه ممكن نضغط بطرق إنه نشوف أوكي إحنا هلا ما عنا زي ما قلتي وغلط نقبل هلا، بس أنتوا كإدارة إيش أنتوا خطتكم استراتيجيتكم من هون لثلاث أربع سنين؟ ليش ما تحاولوا تتقبلوا هاي الفكرة؟ إيش بدنا؟ إيش محتاجين؟ الغرف موجودة، المعلومات موجودين، مليون ألف تمرين في we can do it. What she's اللي عم تحكي صح ولا عم تحكي صح، بس ممكن نوصل له. شفت اوف منتال بس هلا هون احنا عم نحكي، بنرجع لموضوع ذا كيرس اوف نوليدج، بيكوز يو نو اتس ايزي، ذا ريست دي دونت نو هاو، ففور ذم بيكوز اتس بادلي ماركتد، ما بيعرفوا كيف، بيفكروا انه بده اشياء واساليب، دي دونت نو. عشان هيك التوعيه كثير مهمه، يعني اي مدرسه او اي مديره بروح بحكي معها بتقول لي كيف وبتحسه انه مصاري ورح يكلف، بس لما يعرفوا عم بيقبلوا. فعشان هيك يا ريت نحكي بالموضوع. هلا رح نحكي عن التحديات اللي بتواجه اللي هي احنا عم نحكي فيها، they don't know، بس لانه ما بنعرف. هلا التحديات ماليه هي اللي عم نحكي فيها، اللي عم تحكي فيها انه ليش صعب. في تحديات ماليه، تدريب المعلمين، الأولاد بدهم شادو تيتشرز، بدنا ريسورسز، كل هذا الحكي. تحديات حسية، كيف ممكن أجهز المدرسة إنها تكون المدرسة هاي بيئة تقدر تكون سهل للطالب إنه يكون. رح أقولكم أنا عادة ما بشارك شغلات شخصية، أنا ابني عنده توحد عمره 10 سنين، السنة هو صف خامس بالمشرق. لما بلشنا بالمدرسة بعد ما أشهر وأنا أترجى ومشان الله ولا مدرسة في الأردن قبلته، وبعدين أعطوني تشانس دكتورة هنا ناصر، قالت لي ما بعرف مسؤولية شو بدي أعمل، قلت لها تعمليش إشي إحكي أو إحنا بنشتغل، واشتغلنا. كنت كل يوم الصبح أروح على ركبي واقفة باللاين أب بس عشان أعمل معاه الأساعدة، وكان عندنا مشكلة لما يدق الجرس
لما يدق الجرس نروح ساعتين ميلدون بس كيف نرجع نهدي ونرجع ندخل على الصف. رحت قلت لهم do something، عم بخرب لنا كل نهارنا، لغوا الجرس، بطلوا يدقوا الجرس بالمدرسة. رح أبكي. One of the things، هاي هي من التحديات الحسية اللي عندهم. إشي تاني ما بقدروا يستنوا كتير. فلما طلعنا إحنا من primary لميدل سكول السنة، كان اللاين أب A B C D، وهاشم كان بالدي وبدو يستنى لكل هدول ينزلوا عبين ما ينزل، طبعا بعد دقيقة يكون هو بمحل تاني. طبعا هم كتير اشتغلوا معنا وهيك، رحت قلت لهم بصير نحط دي بيزي؟ طبعا. فاشتغلوا، فصفى عماله بعمل لاين اب وعم بيروح على الصف لحاله. سمبل ثينكس، اوكي. فهاي كلها الجرس، وقت الريسس، وقت الفرصة، بدل ما لما يطلع الأولاد كلهم بركضوا بضلوا ورا بالصف، بتأخر دقيقتين ثلاثة ليهدى الوضع، الكل قاعد، بعدين مندخله من قعده. هي هيك الأشياء البسيطة هاي، كيف إحنا ممكن، بس بده شغل وبده توعية، وبدك تشتغلي مع كل الطلاب ومع كل المدرسة. بالضبط، تذكروا النبتة، ما منكب بالنبتة، منحسن البيئة اللي حواليها. اوكي. عبي ما يجي. فصار يهدي حاله، هو بيعرف كيف يتأقلم مع البيئة اللي عندنا. بالضبط. في عندنا التحديات الاجتماعية، كيف الطلاب، بقية طلاب المدرسة رح يتقبلوا؟ كيف رح يتقبلوا إنه يكون هذا الطالب معهم؟ ليه كيف رح نقدر نوصل لمرحلة إنه ما يحكوا إيه هذا الأهبل، هذا المش أوكي؟ فهي تحديات عم نحكي عنها، وطبعاً أهم إشي هي التحديات المدرسية اللي قلنا عنها. إنه المدرسة لما بتكون بالأساس قابلة الفكرة، نرجع لموضوع الوردة والنبتة، منحس إن البيئة تبعها ممكن تنمو، ما منعزلها، ما منكبها، أوكي؟ منحاول قد ما بنقدر باللي موجود عندنا انه نحسن هاي كل البيئه هاي، على اساس انه احنا نقدر لمحل نوصل لمحل. اوكي، فهاي بعض التحديات اللي هلا كنا عم نحكي فيها. ممتازه. هلا في عندنا بعض القواعد اللي احنا زي ما قلنا احنا رح نمشي بسرعه عشان نروح للي بدكم اياه، عشان ما نحكي على هاي. استخدام استراتيجيات سلوكيه اللي حكينا عنها هلا، A B C D، لا خليهم دي، اعكسي الجرس، اطفي الجرس. ايش في اشياء بسيطه ممكن نعملها انه نسهل احنا كل هاي، نهيئ البيئه انه تكون دامجه. استخدام ادوات تعليميه غير تقليديه، هلا رح نمشي على كل وحده وتشوفوا ايش هي بالضبط. هلا حكينا عنه كيف احنا ممكن انه احنا نعدل المنهاج، كيف ممكن نستخدم تكنولوجيا المعلومات انه كمان نسهل عمليه الدمج، والتواصل المستمر مع الأهل اللي هي أنا بالنسبة لي أهم نقطة. 60-70% من تقدم الطفل وتطوير مهاراته أنكم أنتوا تكونوا الأهل عم بيشتغلوا معكم. أساس الأهل يشتغلوا معكم أنه الأهل متقبلين الفكرة، أساس تقبل الفكرة أنه الأهل مش كذبين على المدرسة وقايلينهم أنه الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد. وأهم إشي كمان أنه إحنا كمدرسة عارفين ما نسكت لانه احنا بس نرسري وكيجي بكره بروح على المدرسه يفتصلوا معه. لا، اهم سنين 2-3-4-5 هذول اهم سنين ينشغل فيهم مع الولد. فكتير كتير مهم انه التواصل المستمر مع الاهل، ينحكى مع الاهل. كتير نقطه مهمه، مش مسؤوليتكم تحكوا للاهل، ولا انتم كمعلمات ولا الاداره. بتوصل الخبر للمديره، المديره بتجيب الاهل، تحكي مع الاهل بكل النقاط القوة تبعت الولد. بجنن، بعرف يعمل هيك، انت هلا قلتي لي انه لحاله بجاوب اكثر من الصف، رسمه بجنن، عنده اذن موسيقيه وتقبل، بس معقول في عندنا شويه تاخر في منطقه معينه، يا ريت لو تقدروا تعملوا له تقييم او تاخذوه عند حدا مختص. احنا ما بنعرف، دائما المدرسه لازم تحكي، كثير مهم. ما بنعرف، ما تتحملوا مسؤوليه. التشخيص بتم عند طبيب أعصاب، طبيب الأطفال إذا مختص وإذا بعرف، طبيب أعصاب،
طبيب نفسي، دكتور، فيزيشن. عم نحكي التشخيص ممنوع أي حدا يشخص إلا طبيب، انتهى. التقييم إشي تاني، مين بقيم ما دخلوا بمين يشخص، أوكي؟ أنتوا كمدرسة مش مسؤوليتكم، وما بيصيروا ما إنكم أنتوا تشخصوا أو تقيموا أي طفل. أنتوا إلكم توصلوا للأهل، وكتير مهم توصلوا، وزي ما بيحكوا don't sugar coat it، أوكي؟ احكوا لهم، تفضلي. اوكي بعدين ممكن ياخذوا انت كمان ما بنعرف احنا كم ولد اخذوا ما اخذوا بجيب لك اسمها كل انت على صف اول ثانيه بس انه هذا الولد في عنده مشاكل كاداره وكلهم بيعرفوا بس انت كم عن مين تخبى الموضوع عنه نرجع لهون هلا هون بنرجع لكل البوليسيز تبعون كل مدرسه في مدارس زي ما قالت احنا ايش انت واجبك عندك ريسبونسبيلتي انك انت تضغطي على المدرسه انه احنا لازم نقبل ولازم نحسن من البيئه ولازم نعرف ريبورت انت كتيتشر مسؤوليتك هلا بتصفي علاقتك انت والمدرسه هاي اشياء بتوقف من مدرسه لمدرسه ف لو انا محلك بدك رايي وانا كأم بحكي مره وتنتين وثلاثه وزي ما قالت عندنا مسؤوليه انه احنا نوصل ونحكي ما بصير نسكت ما بصير احكي مهوس بقي له شهرين مش رح يبطل عندي عندنا مسؤوليه ولازم يعني نتحملها مش سهل ما تفكروا سهل يعني انتوا يمكن كلكم عارفين في اهالي انضربوا لما انحكى لهم بس مسؤوليتك كيف بدك توصليها ومش هلا لانه ما بدي اقول لك طيب هلا احنا اقول لك ايش رح اضطر احكي كمان مره رح نحاول نضلنا باطار الجلسه وانا موجوده بعد الجلسه قاعده اللي بدكم اياه بس على اساس انه نضلنا كلنا نقدر انه نمشي فيها بس بليز تذكروا مش انتوا اللي لازم تشخصوا تقيموا انتوا بتحكوا بس ذاتس ات تفضلي بليز اوكي هلا احنا بدنا نرجع لاطار الجلسه احنا بنحكي انا معلم بمدرسه بغرفه صفيه اوريدي عندي ولد موجود عنده طيف توحد يعني هو تشخص وعارفينه قابل للدمج هلا اذا بتحبي تعرفي اكثر في بروشور تركته واذا بتحبي انا موجوده بنقدر نحكي بالموضوع اوكي واي ابي احنا باب على عقله عشان نعرف كيف نتعلم مش شرط تعرف اذا هذا متوحد او لا بالضبط هلا في شيء ثاني انا دائما بحكي الاهل بضيعوا سنه 6 اشهر لسنه لسنتين بس هم عم بيدوروا ايش التشخيص تبع الولد انا دائما بحكي شو فرقه شو التشخيص شوفي وين متاخر وبلشي اشتغلي مع الولد تفضل حضرتك كنت رافق تفضل بتحب انه هلا ولا ناخر تفضل بالبيت عادي والله انا ما بشوف عنده شيء بتعامل بالوضع كل يوم شيء ما في عندنا ستاندرد بصحى وايش بعطيني اليوم بقول يلا بتكون هقول لك شيء ما بميز اظني اصلا اكثر شديده يعني احنا بننام بنكون مخططين بكره رح نعمل 1 2 3 بتصحى وبخرب لك كل برنامج وبيعمل هو ايش بده بالضبط خلينا نشوف كيف انه نحكي شوي عن نمشي اكثر على اساس نستفيد اكثر الوسائل بسيطه ايش الاشياء اللي ممكن تساعدنا الهاي رح نحكي عن توفير الدعائم البصريه ايش يعني الدعائم البصريه هذه النقطة معلش رح أوقف عندها دقيقة وأحكيها لأنه كتير كتير مهمة أهم إشي لما إحنا بنكون عندنا طفل وعم نتعامل معاه دايما 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 ما تشوفوا إنه هو بصف أول عمره 6 سنين يعني هيك مفروض يعرف تعاملوا معاه إنه ما بعرف ولا إشي zero knowledge إذا قدرتوا إنكم تتذكروا هاي الشغلة all the time مهمتكم بتصير أسهل.
توقعاتكم بتكون إيش؟ إنه أنا عم بحكي معك بنفس اللي ساعة عم بحكي معاه، هو أعطيني الأنينة، أعطيني الأنينة، أعطيني الأنينة، هو أصلاً مش عارف إيش يعني أعطيني، ولا عارف شو يعني أنينة. أوكي؟ فكتير مهم إنه نحنا نعرف عن مين عم نحكي وين هم موجودين. أوكي؟ وكيف نهيئ لهم هذا الجو كله. أوكي؟ هلأ رح نوقف دقيقة ورح نعمل إكسرسايز تاني عشان نمشي أكتر، نحكي بالدعائم الحسية كمان رح نحكي عنها. ماشي؟ أوكي. هلأ كلكم على الطاولة عندكم في طابات أشياء بتطلع صوت، وفي وراء لبروشور عن الأوتزم. أوكي. وفي صفافير وزمامير، وفي في بروشور زي هاي كمان، خدي هاي. أوكي. كل واحد يأخذ إشي واحد. أوكي. هلا اللي بدنا نعمله عندكم انتو اشياء، عندكم هيك، هاي هاي كمان. اوكي. هلا انت بدي تزقفي. اوكي. انت بدي تزقفي، لما اقول لك تزقفي بتزقفي. اوكي. هلا رح احكي بس اللي بقول له يعمل اشي وبنمشي فيها شوي شوي. اوكي. اللي معاهم البروشور بلشوا اقراوا، ما توقفوا قراءه، ضلكم اقراوا بصوت عالي. بس استنوا دقيقة بليز، بتبلشوا تقرأوا بصوت عالي وشو ما يصير بالقاعة ما توقفوا. اللي معهم الزمامير بس احكي، بتبلشوا تزمروا بليز، انتوا تزقفوا، حدا تاني تزقف. اللي معهم صفيرة بصفروا، اللي معهم هاي ببلشوا. لما احكي ثلاثة نبلش كلنا مع بعض اطلع صوت وما حدا يوقف، واللي بخلص قراءة البروشور بصوت عالي يرجع يقرأه من اول وجديد. اوكي، جاهزين كلنا؟ خلينا نبلش. وهيك احنا هون بالجلسة عم نحكي عن اوكي، كل حدا عم بحكي مع بعض، انت سامع شو انا عم بحكي؟ ما اظن، صح؟ ولا عارف شو عم بحكي، صح؟ عم تسمعني؟ لا، ما عم تعرف ولا اشي، بل عم تحكي. صرخت، ايش صار؟ ما قدرت تتحمل، صرخت. أظن هذا أكثر فيتشر نرفزته. حد سمع إيش كنت عم بحكي له؟ حد عرف؟ أنا كنت عم بقول لكم إشي تعملوه، ما حد سمع. بالضبط، هذا بالضبط اللي عم نحكي فيه بالنسبة للمشاكل الحسية. هذا بالضبط لما تكوني عم تحكي معاه وهو مش عم بسمع، هو ما عم بميز أصلاً الأصوات، هو سامع صوت الكونديشن وصوت الجرس وصوت حدا بيمشي وصوتك وصوت الكتاب عم بفتح وصوت حدا بزيح الكرسي وصوت كله مع بعض، وانت عم تتوقعي يرد عليك انك عم بتقولي له افتح صفحة 15 من كتاب العربي واعطيني الدرس هو ما بيعرف اصلا انت ايش عم تحكي. انا كنت عم بحكي انه اليوم بالضبط هيك. فاذا انتم بتلاحظوا انه دائما بيعمل هيك او ما بقدر يكون بمكان كثير ضجي او عالي، المول نايتمير للاولاد، يعني دائما بحكي الاهل ليش تاخذوهم، ما بقدروا يكونوا في مولات. اوكي، ليش عملنا هذا الاكسرسايز؟ كثير كثير مهم انه نعرف عن مين عم نحكي ومع مين عم نتعامل وهو وين موجود. اوكي، عشان نعرف ايش نتوقع منه كمان. لما مره واحده يعني الفاير دريلز انا حطيت لكم في سامبل هون، لما بنعمل كثير شيء مهم انه لما يكون في حريق بالمدرسه بدنا نعمل تدريب على الحريق، كيف نوصل المعلومه؟ المفروض اقل شيء اسبوع اسبوعين نكون عم نشتغل مع الولد، نشتغل معه بايش رح يصير وايش الستبس له وكيف رح نوصل وندربه، عشان لما يصير في فاير دريل هو بيكون جاهز، ما بيحب عنصر المفاجاه. اذا انتم بدكم تروحوا على رحله مدرسيه منصور، طبعا هلا ما في داعي نروح على المصنع اللي رايحين عليه عشان نصوره، هيك كل شيء موجود على الانترنت، بنزل الصور بمشي معه الاسبوع الجاي بعمل سكجول، رايحين على هذا المصنع بيعمل شيبس رح نعمل هيك، وكل يوم بنمشي دقيقتين بالبرنامج. لما نيجي بدنا نروح
على المصنع برحلة مدرسية أو عند دار جدي أو عند على إربد بدنا نزور أو هيك أو على أي محل، بيكون الولد أوريدي هو جاهز ليستقبل المعلومة. ونفس الحكي جوا الغرفة الصفية، إذا إحنا بدنا نحكي عن موضوع معين أو بدنا نبلش بكونسبت معين منجهزه على إيش إحنا عمالنا بنحكي. أوكي، هي المبدأ نفسه وبنقدر نطبقه بكل نهار وين ما كنا، بالبيت بالمدرسة فنفس المبدأ إنه إحنا نجهزه باستخدام الفيجوالز اللي هي هاي الأدوات البصرية اللي هو معظم الأولاد ممكن يكونوا رح تحكوا لي نون فيربل، ما بيحكوا، طفل غير ناطق. بنرجع بنحكي إطار الجلسة، إذا هو داخل غرفة صفية إذن هو تقريبا معظمهم بيكونوا طفل ناطق، ممكن بعض المدارس بيقبلوا which is great، وممكن إحنا كيف نقدر نوصلهم. هلأ رح نحكي كيف يتواصلوا. هلأ they can. لا بتلاقي هلا بتشوفي كيف جعل نظام الصف ثابت، خلص بنكون احنا حاطين وفيجوال، عشان حتى لو هيز فيربل لما هم بالتواصل البصري تبعهم رهيب. اوكي، الدعائم الحسيه في كوشنز بنحطها على الكرسي تحتي، بتعزز كثير، بتخلي التواصل تبعه دمجه اندماجه معنا الانجيجمنت بيكون كثير كثير احسن. اوكي، لانه بتعزز المشاكل الحسيه اللي عندهم. هاي اتس سمبل كوشن، ممكن تكون اي شيء ثاني، ممكن الطابات بالضبط، كل هاي الاشياء بتساعد سنسر انتجريشن، التعزيز الايجابي. ليش ما لا برافو، اقل شيء مع اول اهم شيء لما يعملوا شيء مش متوقع ومش مطلوب منهم، كثير مهم التعزيز. they love يعني بيحبوا كثير انك تعززي، كثير بيحبوا. والتعزيز الايجابي راح احكي بشيء كثير مهم، مش بس اكل، مش بس بالكاندي، مش بس بالشيبس، مش بس تعزيز ايجابي يعني ممتاز رائع انت بتجنن فيربل. في انا بعرف اولاد بس انه بده اياه تقرقريه او تحمليه وتلفيه، بس عشان تحمليه وتلفيه بيعمل لك اللي بدك اياه، تحكي له تاسك بيعمل لك اياها. تفضل. لا 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 انا بقول لك سهله كل يوم الصبح انا بحكي اي شيء بشارككم اياه اتطبق وسهل وبينعمل كل يوم الصبح. هلا بوجود التكنولوجيا والانترنت والبيكس والفالكرو ايمو حوت، بتحط لكل الاشياء الاكتيفيتيز اللي انت بتستعملها بالصف. اوكي، يعني اليوم انا عندي غنى وبكره عندي ارت، بقيم الغنى وبحط له ارت، بس الصبح لما يجي بفرجيه انا اليوم ايش برنامجي، بهيئه احنا اليوم رح نعمل سيركل تايم، بعدين رح نروح نعمل ارت، بعدين رح ناكل، بعدين عندنا مات وهيك. بكره بتغير البرنامج، بس مش بتغير برنت كل شيء، لا قيم وحط سهلين. اوكي بالضبط. هلا حسب على ايش بدك تدرب. مثلا هاي الورقه عن موجوده عندكم كلكم، انه محطوط فيها لما اوصل على المدرسه بقيم معلش اعذروني انه مش بالعربي لانه ما في ملئت لهاي، انه بشلح جاكيتي، بفتح شنطتي. هاي ممكن تكون اي شيء انت بتصممه حسب احتياجاتك الصفيه وكمدرسه وكطالب. اوكي، هاي بتكون عندك انت عمالك بتدربه اوريدي. هاي كل يوم اول شيء رح تضطر تفرجيه وتمشي معاه، اول شهر شهر ونص شهرين، ثاني شهر بتصفي انت تخبيها وتشوف وين موصل، ثالث شهر خلص بتسحبها، او يمكن ست اشهر ما بعرف كل واحد حسب الثاني، لكن هم هيك بيمشوا. فرجيه في كثير، هلا بعطيكم فرجوه اي شيء، اعملوا هدول البرامج انتوا صمموها حسب ايش بتحتاجوا بالصف او بالبيت او بالمدرسه. بلاش بالبيت، انتوا عندكم رحله مدرسيه مثلا على متحف الاطفال، قبل ما اروح على متحف الاطفال بجهز بمشي معاه لاسبوع، انا بفرجيه انا ايش عامله. اوكي، الاوراق الموجودين على الطاولات بليز خذوهم عاد بتقدروا. اوكي، عم نحكي انه قديش احنا لازم نعزز. كيف بنستفيد من المواد الموجوده حولنا والادوات التعليميه عشان نحقق؟
يعني مو لازم. وبنرجع هون للديبيت اللي بينكم انه هي بتقول لازم تضغطي على المدرسة، انت بتحكي ما احنا مش مجهزين. طب بس المدارس مجهزة وفيها كتير اشياء، اهالي بيجوا عندي بيكون ما حمش يوصلونا وما عندها ولا سنتر حواليها وبتكون بسما سرحان ولا هيك، بقولها بتفوتي على المطبخ بتطلعي اغراض المطبخ، مش في طناجر مش في كذا، ومنعلمهم كيف الموجود عندك ايش تعملي منه. مش فيش إشي اسمه بس هاي الماكينة الموجودة بأمريكا حقها هالقد هي الوحيدة، لا، أي إشي ممكن يكون تول، this can be a tool. بالضبط. خلينا أقول لكم إشي، مين عندنا هون من مدرسة حكومية؟ بالضبط. مين هون إذا أنتوا بنفس المدرسة بس واحد يرفع إيده، مين هون مدرسة خاصة؟ بس واحدة من كل مدرسة. أوكي. مين من هاي المدارس عندها تقبل إنه بتقبل الأطفال ذوي التوحد؟ So basically مقدر بنحكي إحنا لأنه المملكة مش بس مدارس خاصة، والمدارس الخاصة مش كل حدا بيقبل، وكل حدا بيقبل مش كل أهل قادرين يدفعوا لأنه هي فيها هيك، بنقدر نحكي إنه مش موجود. وعشان هيك عم تحكي لازم إحنا نقدر قد ما بنقدر إنه نضغط إنه نغير. أوكي. هلأ هون عم نحكي دمج اهتمام. هلأ أنا باجي بدي أعلمه، أنا رح أمشي هلأ أكتر عشان نشوف جوا الغرفة الصفية إيش بدنا نعمل. مثلا بدي أعلمه للولد يعد، أوكي، من 1 لـ5 أو whatever، هو مش عم بقدر أوصل له أنا هاي هيك. الولد بحب كتير، هوس عنده الحيوانات مثلا أو إشي، البازلز وهاي الأشياء كلها موجودة بالصف، بروح بجيب أنا مثلا بازلز بس فيها أنيمالز، وقتها دغري أنا أخذت كل اهتمامه لأنه هو هوسه هو اهتمامه هو الأنيمالز، وأنا بستخدم هاي الاهتمام تبعه بقوي القوة تبعته، بستخدمها إني أوصل له الكونسبت اللي بدي إياها، يعني بدي أو إيش المهارة اللي بدي إياها، بدي إياها يعد للخمسة مثلاً، أوكي هاي البازل مثلاً فيها 5، وهو عم هيك عم منعد 1 2، أما إذا جيتي تقولي له 1 2 3، فأنت بدك تستخدمي إيش في الصف عندك معزز إشي اهتمامه، يعني الولد بكره السيارات، ما بروح بجيب سيارات وبقول له عدل السيارات، أوكي؟ فعشان هيك ما أقدر أعمم، كل طفل حسب إيش اهتماماته. Yes, 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 definitely. You use it. This is the strength we talk about, and you use that. أنت بتاخذي السترينث تبعونه والاهتمامات تبعونه عشان أنت تعززي. ما بتركزي على نقاط الضعف، بنركز على نقاط القوة. أوكي. بطفيها للمروحة وبقولها إذا بتعدي للخمسة بضوي بتعززي، بتستعمليها. Definitely. That's not your job. أنت معلمة، أنت مش behavior، أنا يعني أنت مش أنت اللي عمالك بتغيري سلوكيات. رح نحكي بالـ ABA بعدين. إحنا معلمين جوا غرفة صفية، عندنا ولد قالب بالدمج، بدنا نستخدم كل القوة تبعته نعزز عملية التعليم، نمشي معاه بالتعليم. You use it. معلش رح أحكي، ما تحاولوا بليز، كتير مهم، ما تحاولوا تصيروا أنتوا الثيرابيست تبعون الولد. بليز كتير مهم إنه ننتبه لهاي النقطة، ما تحاولوا تصيروا أنتوا الثيرابيست تبعون الولد، تعدلوا له سلوكهم مش شغلكم. بليز كتير كتير مهم نعرف إحنا ليش موجودين والولد ليش موجود جوا الغرفة الصفية. That's a different story. إحنا بنحكي عن أنا معلمة، إيش مهمتي كمعلمة؟ هلا رح نحكي على الشادو تيتشر. هلا رح نحكي على الشادو تيتشر. شفتي بالنسبه للمروحه قلتي لي المروحه هو بحب السوينج، اوكي حلي لي هاي بعدين بنروح على المرجحه. تستخدمي هاي السترينث. She wants to look, she wants it on. For her it's better than anything. اوكي. ما تحاولوا تقرروا عنهم. It's again بنرجع ل لا، that's a different story. How to keep a safe. Okay.
كثير مهم استخدموا قوتهم، نقاط قوتهم، انكم تخلوهم يتقدموا بالمهارات تبعونهم. زي ما قلنا بنعلم، يعني ما بنتوقع اوكي روح غسل ايديك، break it down for them، من 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 منكسر، يعني بنحط اول شيء بدنا نفتح الباب، بنفوت على الحمام، نرفع ايدينا. طبعا كل ولد غير عن الثاني، بتعملوها ديزاين كيف انتم بناسبكم. بنفتح الحنفيه، ما تتوقعوا انهم بيعرفوا، احنا بدنا نعلمهم اولها فيجوال، وبنحكي شوي شوي، بنبطل نحكي بصفوا لحالهم، بعدين بنسحب الفيجوال، بعدين خلص بتصفي هي تعمل. It takes time، يمكن ياخذ اسبوع مع ولد ويمكن ياخذ سنتين مع ولد ثاني. اوكي، اعطوهم وقت، حددوا لهم انه عندك هالقد وقت عشان نخلص هاي، استخدموا هاي الاشياء، بتساعدهم انهم هم يعملوا ريجليشن، انهم هم كيف يقدروا يحطوا لانه ما بفهموا تايم، استعملوا الساعة الرملية، انه انا بعرف بس تخلص هاي انت بدي اياك تكتب، بس لما تخلص هاي رح اعطيك المروحة. ساعدوهم انه يعرفوا انا قديش معي، ساعدوه يعرف اني انا مش رح اقعد كل الحصة بس بدي اكتب هاي، لانه بصفي عندك تانتروم وبصفي هو معصب وشيء، خلص انا عارف حالي، بس الساعة تخلص المس رح تعطيني السيارة اللي انا بحب امسكها. يعني ساعدوهم يعرفوا وين هم رايحين، ايش رح يجي بعد شوي. اوكي، ما بدنا نحكي بالتشخيص، التشخيص لا ابدا ابدا، التشخيص ما بيساعد، التشخيص هو بس بيقول لك الولد تحت طيف التوحد او لا، ذاتس ات، هذا هو التشخيص. هذاك التقييم، التقييم بقيم الطفل وين موجود، بحط له الـ الـ الأهداف تبعه، بربطها بفترة زمنية، هذا بيساعدك تمشي عليه وين أنا رايحة. أوكي، وبكون أهداف واضحة وقليلة، يعني مش 5 أهداف أو كل 6 أشهر، يمكن بعد شهر يخلصوا بتحطي أهداف جديدة، ومش مسؤولية المعلمة تحط أهداف أو تقيم. بليز ما تصيروا ثيرابيست، بليز كثير مهم. لما بتوصلوا مرحلة مش عارفين شو تعملوا، بتروحوا للسن ديبارتمنت أو ما بعرف كل مدرسة حسب مين المسؤول، تقولوا لهم ما عم بزبط معي هيك، ممكن نلاقي طريقة ثانية. أوكي، أنت مهمتك أنك أنت تعلمي وتوصلي هالمعلومة وشوية تعملي تعديلات معينة، بس مش مهمتكم انكم تعدلوا سلوك او تكونوا ثيرابيست او تحطوا اهداف للولد، اهداف تعليميه في المختصين اللي بحطوها. اوكي، احنا مهمتنا كمعلمين احنا نوصل المعلومه هاي. هلا هون بنحكي، هلا في اي حدا عندكم بالغرف الصفيه عنده اي شيء من اللي كنا نحكي فيه؟ موجود ساعه بازل، موجود، موجودين، يعني ما بدنا بادجت كبيره للموضوع. اوكي، هلا رح نحكي عن معلم الضل، اللي هي هاي كتير مهم، ايش مهمته وايش مهمتي وايش العلاقة بيني انا كمعلمة صف ومعلم الضل. بنعرف كلنا ايش يعني معلم الضل، شادو تيتشر، هو بيكون موجود داخل غرفة الصفية مع الطفل، مهمته انه يتأكد انه الطفل من لما دخل المدرسة لروح هو عماله بيمشي وبتبع التعليمات اللي مفروض يكونها، ومش مهمته يعلم الطفل، مهمته يسهل العملية. لما التيتشر بتحكي للولد روح اقعد بالسيركل تايم وبتكمل مع ال20 ولد التانيين وهو ما رد، معلم الضل مهمته ينبه التيتشر، هاشم قلت لك روح اقعد هناك مثلا، عرفت كيف؟ مش شغله تو كوميونيكيت دايركتلي، الريفرنس جوا غرفة الصف انت، المعلم هو المرجع الوحيد للطالب مفروض يكون جوا الغرفة الصفية، مش الشادو تيتشر ومش المسؤولين عن السن ديبارتمنت. التيتشر انت المسؤولة، لازم الطفل يكون عارف انه انا مرجعيتي مس روان، اي شيء بدي اياه مس روان، بدي اروح على الحمام ما بحكي للشادو تيتشر، رح يحكي للشادو تيتشر بقول له روح اطلب من التيتشر، مش شغله. وبليز اذا عندكم شادو تيتشرز زي نيد تو اندرستاند، للاسف مش الكل بيعرف هذا الحكي، عشان هيك الاستقلاليه تبع الاولاد ما بتكون بالضبط كيف لازم تكون. اذا
the shadow teacher steps in and he it's his job to ensure انه هو عم بيرد عليكي بس الاساس بيرد عليكي هو ما عم بيرد عليه هو اذا ساعده يروح ساعده يرد وينفذ انت كمعلمه ايش قلتي هو ما رد عليه هو راح يقول له follow your instructions the teacher المعلمه قالت لازم نروح هناك يعني لازم نروح هناك لكن هو لما يعمل وراح هناك هو ما رد عليه هو رد على ايش انت قلتي المرجعيه بالصف المعلمه كثير مهم كثير مهم ما يعتمدوا على الشادو تيتشر كثير مهم وقصة من مليون قصة كل حالة غير منبلش بصف أول مع الشادو تيتشر ورح تريليت لكتير أولاد عم نشتغل معهم هلأ إحنا منبلش بمية بالمية اعتماد على الشادو تيتشر وسنة عن سنة سنة عن سنة بتقل الاعتماد يعني بالأخير مفروض نوصل ل 100% بس هل هو سهل؟ لا في أولاد يعني إحنا معنا هاي صف خامس لسه عندنا الشادو تيتشر في أهل برفضوا أصلاً يكون في شادو تيتشر وقتها مسؤولية المدرسة الأيديال إنه ما يكون في شادو تيتشر لكن أنا بحكي دايماً إذا في حاجة ولأنه بصراحة كتير بتسرع وبتحسن من قديش القدرات عم تتطور بسرعة أكتر يعني التيتشر عندها 22 طالبة ألا شيء أوكي قديش عندها وقت انه تروح تشرح كونسبت او توصل معلومه للولد احنا بنحكي يمكن صف اول اسهل بس لما صفي بخامس وسادس وسابع لا بدك هالهلب هاي هلا بنحكي فيها كمان طبعا احنا بنعرف اهميه معلم الظل اللي هي انه يقدم المساعده للطفل بيعلمه كيف يكون مستقل بحسن تفاعله مع الآخرين إيش يعني لما ننزل على الساحة بدل ما الولد يكون قاعد لحاله لا معاه يلا يلا نلعب بحكي مع الأولاد التانيين بجيبهم ف this is the support هذا هو اللي بحاجته الطفل عشان هي مهمة المعلم الظل تفضل تفضل أكيد بالضبط بالضبط انا قلت اقل شيء في 22 هو هي ويسبرز تو هيم He whispers to him, بس المعلم هو المعلم. إذا أنا بدي أوصل لمرحلة الاستقلالية للولد، فلازم أخذه هناك، مش أخلي كل إشي عم بيعتمد. لا you don't عادي عادي افرض أي ولد حكى خلص تحكي خلص هيك ما بتاخذك إنك تروح تمشي وتقعد الدرس واحد تو واحد. It is for, this is how, لا صدق بيكون إذا شاطر الشادو وين قاعد وكيف عم بيهمس وكيف وبعدين الشادو تيتشر بيكون محضر المواد قبل بوقت للولد بيكون already مجهز له كل إشي كل إشي هلا رح نحكي عن تعديل المناهج لا 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 شادو تيتشر إذا شادو تيتشر شادو تيتشر ممكن يكون بيشوف خمس اولاد بس ساعه مع حد وساعه مع حد بس ات ذا سيم تايم هو قاعد مع خمسه كيف رح يكون طيب رح اضطر ارجع احكي خلينا باطار الجلسه هلا لأنه مش ستاندرد خلينا نمشي فيها It's possible We are here عم نحكي عن طفل ذوي اضطراب طيف التوحد High functioning قابل للدمج قادر يكون جوا غرفة صفية والمدرسة قابلته والأهل قابلين فعنده كل هالسابورت وإيش دور المعلم الظل أوكي هلأ رح نحكي عن تطوير المناهج لما بنحكي إنه الشادو تيتشر دخل على الصف مع الطالب أوريدي المنهج تعدل بالنسبة لإله يعني إذا أنا اليوم بدي أبلش أدخل كونسبت الجمع أوريدي أنا ماخذها كشادو تيتشر من الديبارتمنت وأوريدي أنا مجزئها ومكسرها وجايب أشياء
تساعدني كيف أوصل الكونسبت للولد، أوكي؟ هي بنطورها حسب ما يتناسب مع الطلاب، يعني لكل طالب رح تكون غير عن الثاني. زي ما قلنا، هو إيش يعني إنك تعدلي؟ إنك بدك تطوري عشان تقدري توصلي كونسبت معينة بطريقة أسهل للطالب. يعني مع اضطراب طيف التوحد، الأشياء الغير ملموسة شوي صعب عليهم إنهم يقدروا توصلهم الفكرة، غير لما أقول له بكيت هو قادر يشوف شو يعني بكيت. عبر لي عن شعورك لما أنت بتكون الدنيا تشتي. يعني عرفتي، أنا سعيد أنا حزين، من الأشياء اللي مبلش نشتغل فيهم معهم بكل تبسيط، إنه كيف أعبر عن حالي. منبلش بالهابي فيس وساد فيس، وبنضلنا نحكي سنتين هابي فيس ساد فيس لنقدر نحكي لنوصل مرحلة، يمكن يوم من الأيام يجي يقول لك I feel sad لتوصل الكونسبت إيش يعني I feel. فعشان هيك أشياء مش ملموسة، فيزيكس وهي شوي لا، لازم نستخدم إحنا شغلات تانية هلا رح نحكي فيها بالضبط، رياضيات والريدنج، كيف إحنا نقدر نوصل هاي المعلومات. أو تغيير معايير التقييم. امبارح كنا عم نحكي growth beyond grades، إنه كيف أنا بقيم بالضبط. إحنا بنحكي إنه هلا في كان القانون الأردني كان بيقول، ومعلش وزارة التربية والتعليم يا ريت لو تساعدنا بهاي المعلومة، القانون الأردني كان بيقول إنه يتم إنه الطلاب ذوي الإعاقة يتم تلقائيا إنهم بيطلعوا ترفيحهم. مزبوط بحكي ولا غيرتوا القانون؟ وبعدين لا، اوكي بالضبط. فهون بنرجع للتقييم، اوكي، وتوقعاتنا وايش لازم يعملوا. هو كثير مهم توصل للوزارة هذا الحكي، إن شاء الله إن شاء الله. هي بتبلش بكل حدا فينا يشتغل. شكرا لك. أوكي، معايير التقييم، أوكي، كثير مهم إنه نعرف إنه كيف نقيم لأولادك. مش شرط إنه نفس الكريتيريا نمشي عليها، ومرات مش كل الكريكولم نفسها، مش كل المادة هي نفسها إحنا عمالنا من هيك. مرات هي الفكرة الأساسية عن إيش عم بحكي الصف كله، عم نحكي عن الأردن، وبقية الصف ممكن يروحوا اندبت عن الأردن ويحكوا عن أشياء تانية وهيك، بس كيف إحنا منعدلها إنه نقدر نوصل له الفكرة وقديش هو قادر يمشي فيها. قديش بتعدل وإيش منحكي بيعتمد من ولد لولد. في ولاد بتضطري، مثلا احنا عندنا حاله انه الولد عمالنا بنشتغل بروجكتس وريسيرش على كل موضوع بنحكي، لانه هي سو ادفانسد. يعني بس نبلش نحكي الاردن بيكون هو اصلا خاتم كل التاريخ الاردني. فبتبلش انه اوكي دو ا بروجكت اباوت جوردن، اكشلي جبت لكم ورقه افرجيكم تو شير وذ يو، انه بتكون اشياء ريليتد لما بنحكي عن العجل وكيف نوصل اي شيء او هيك. فيو اس ديم تو دو ا بروجكت ريليتد تو ذا كونسبت عشان ما يزهقوا جوا الصف، وصفي عم بيعمل لك بيهيفيرز. بحب الرسم، اعطيه الالوان وخليه يرسم. هون كان عم بيحكوا عن وسائل النقل والعجل والطياره والترك ووات ايفر، عرفتي كيف؟ هلا مش مهم انه اتس نوت بيرفكت، بس انه بنقدر انه نشغلهم بشيء بروجكت مربوط بايش احنا عمالنا بنحكي، اوكي؟ ومش زي ما قلنا، مش كل الطلاب نضطر انه نعدل لهم المنهج. انتوا لحالكم بتقولوا هذا بحاجه هذا مش بحاجه، اوكي؟ اوكي. هلا احنا جمعيه خيريه، وما يعني احنا مش مدرسه ولا مركز ولا شيء. وات وي دو از مور تريننج وهيك، بس في يعني دائما نشتغل مع الاهل ونوفر لهم اي شيء بدهم اياه. عندنا بروجرام مع الجامعة الأردنية، في سمستر كامل انترنشيب بيعملوه معنا، 5 أو 6 من خريجين تربية خاصة، ويترين ذم وبيقدروا يشتغلوا دغري. عادة المدارس ما بيقبلوا إنه الشادو تيتشر يجي من عندهم عشان ما بدهم مسؤولية،
بس ما بعرف كل مدرسة غير عن الثانية. في مدارس ما بقبلوا إلا من عندهم، في مدارس ما بقبلوا يكون من عندهم ما دخلنا. بنقبل الولد بس مش مسؤوليتنا، ما بنعرف. Which I respect. بكون بقول لك أنا ما بعرف، ما عندي department، بقبل الولد مش مسؤوليتي، أنتوا جيبوا البروجرام وأنتوا جيبوا الشادو تبعكم. فما في تعميم، كل مدرسة غير عن الثانية كيف إنه هم بيشتغلوا فيه. طبعا منا زي ما قلنا كتير مهم نشوف إيش احتياجات الطفل وكيف رح نشتغل معاه. فريق تعليمي كامل، يعني زي ما قلنا It's not only you. أوكي، رح أشارككم بس بتجربة ناجحة كتيرة معنا بمدرسة المشرق. بلشنا ما بيعرفوا ما بدهم ياخذوا. اليوم عندنا speech pathologist، عندنا occupational therapist، عندنا reading. We have a whole department، تيم كامل بيشتغل مع الولد، دمش كامل جوا الغرفة الصفية. لكن في ناس عارفين كيف يعدلوا منهج، وفي ناس عارفين كيف يعدلوا الassessment وكيف وكيف وكيف. فونس لما بتوصل لمرحلة هيك hopefully من هون لخمس سنين المدارس كلها تقدر إنه تعمل هذا الحكي، وقتها ما في أي سبب يخلي أي ولد ما يقدر إنه to progress بحياته. هلأ مو شرط يكملوا أكاديميا، أنا عم بحكي أوكي. يعني رح أشاكر again ابني مثلا، أنا مبارح كنت عم بحكي، كان في حفلة لأياد صغير، وكنت عم بقول له كيف أنت أهلك طلعوك من صف تاسع من المدرسة وما خلوك تكمل؟ ليش؟ لأنه كان مبدع بالموسيقى وما عنده أوتزم، بس هي اكسلد واهله اخذوا هالريسك، وهلا عم بعمل ماسترز بالميوزك. انا مثلا بهاي المرحله، هلا انا موصله لمرحله ما بدي اكمل اكاديميا لانه عنده مهارات ميوزك. عرفتي كيف؟ فحسب كل ولد غير عن الثاني وايش بنعطي. وكمان انه احنا دائما كثير كثير مهم، يعني لما بنبلش نشتغل مع الولد نضلنا نعمله تقييم مستمر، لانه اذا بضلني احكي له أحمر 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 أحمر، إذا ما أنا شفت إنه هو عارف إيش يعني أحمر وقيمته وعرفت إنه خلص وعطيته إيش جديد، بضلني محلي. عشان هيك collecting data is very important. مش شغلكم by the way، مش شغل المعلم، بس إحنا أكاديمياً ضلي قيميه. أنا عمالي بعلمه على الواحد واحد يساوي اثنين، جربي اسألي إياها بطريقة تانية. إذا أعطيتك تفاحة وتفاحة، كم تفاحة بتصيروا؟ إذا لقيتي إنه الكونسبت خلص وصلت لعنده، إذا إحنا بنقدر نتقدم أكثر ونعطيه أكثر للولد. عادة إذا كانوا بالصف وقادرين إنهم تكونوا معكم، معظم الأولاد البروجرس تبعهم بيكون كثير سريع. معظمهم مش كلهم، أوكي؟ استخدام تكنولوجيا المعلومات، عم بمشي بسرعة كثير ولا بطيء كثير؟ جود؟ أوكي؟ هلا رح امشي. ما احنا المشكله انا بحاول اضلني بالهاي بس هيك. هو هلا بقول لكم كل شيء كيف نستخدم. هلا هدول موجودين عندنا، ايباد، كالكوليتر، كل هاي الاشياء بليز استخدموها جوا الغرف الصفيه، كثير بتسهل عمليه توصيل المعلومه للاولاد، كثير كثير سهل. يعني هلا بتشوفوا قديش انه ممكن في كثير ابلكيشنز وهيك اللي عن جد رح تسهل لكم انه كيف توصلوا المعلومه للولد. iPads, I to speak, الكمبيوترز، البرينترز، الكالكوليترز، allow this technology إنها تكون موجودة معهم. حتى لو هو بصف لسه ما بسمح له إنه يكون مع الكمبيوتر، معلش بنسمح له إنه يكون معه. Assistive technology، ما رح نقرأ كل هذا، بس أنتوا عارفين إيش يعني. هي أي أداة خارج المتعودين عليه اللي هي بتسمح لنا إنه نحن نوصل المعلومة للولد وإنه يتطور في المهارات تبعونا وتسهل له عملية التعلم، أوكي؟ تساعده تلبية الحاجات الخاصة تبعته، whether reading, writing، قراءة، كتابة، هيك أي إشي ممكن يساعدني إني أنا أساعد الولد داخل الغرفة الصفية. بالنسبة للقراءة، هلأ السلايدز هاي كلها بالإنجليزي لأنه الكلمات شوي ما بتترجم. بالنسبة للقراءة، عندهم مشاكل إنهم يتبعوا على اللاينز. في شيء اسمه الريدنج جايد اللي انتم شايفينه هاي، اتس يعني يمكن مش موجوده هون بس اونلاين هلا تعملوها انتم، لان انا حطيت لكم هون التولز تشوفوا كيف هاي كثير بتسهل عمليه القراءه للولد. يعني اتس سمبل تول وبتعطيه هايلايت على السطر اللي هو بده يقراه. بعض الاولاد بيكون عندهم مشاكل بصريه او اس 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 او فيك، بنغير الكلر انه كيف بقدر يساعده فيه. في عنا السوشيال، في عنا هون فري برينتبلز موجودين اونلاين، اعطيتكم سامبلز كلكم عندكم كيف تبسطي له اياها، تعطيه اياها وتساليه الاسئله. عم نحكي على كومبريهنشن واسئله وكيف نوصل له اياها.
تقسموا المهارة لإله، تقسموا إيش أنتوا طالبين منه. بدي إياك هلأ أنك تحكينا عن إيش فهمت من هذا ده، قسموهم 1, 2, 3, 4، خلوه أسهل له أنه هو توصل له المعلومة. الإي بوكس راز كيدز is a great site، ما بعرف إذا كلكم تعرفوا الراز كيدز، كتير وفي بالعرب. إدراك هلأ فيها، إدراك هلأ فيه كتير resources بالعربي بتقدروا تستعملوها. Text to speech يعني إذا هو non-verbal بس معظمهم هيك، they can use this technology اللي تساعدهم إنه يتواصلوا. كمان في applications اسمها text to speech، أنا رح أعطيكم هاي الورقة فيها resources. text to speech some of them they do، معظمهم حتى يعني بيكون عندهم hyperlexia بس they're non-verbal so they can type anything and it will speak to you. okay. بعدين بالنسبة للكتابة pencil grip، تعرفي معظمهم عندهم الفاين موتور سكيلز ضعيفة شوي، هدول موجودين بكل المكتبات أو في الأقلام الرصاص المثلثات بيكونوا والكبار أكتر كتير، هدول بيساعدوهم. كمان التريسينج I think الكل بيعرف، أعطيتكم سامبلز على الطاولة هي هم موجودين. سمارت ديفايس أبس الرايتينج ويزرد فور كيدز، هدول كتير 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 مناح لأنه بتعلمهم الحرف وبنفس الوقت بيشتغل على الفاين موتور سكيلز تبعهم and it's engaging، يعني نزلوا له الابلكيشن خليه يستعمل الايباد تبعه it's fine. في عندنا السبيلنج اند جرامر سبورت، هي كان يوز ات، يعني ليش احط ستريس على الولد انه انت عندك سبيلنج ميستيكس وابصر ايش. اوكي الوورد دوكيومنت اوريدي هو لحاله exactly فوي الاو ذم فور ذات اند ذا وورد بريدكشن على الموبايل لما يجي يكتب تكست بيكون عم بعطيك اوريدي ايش بدك تكتبي. ذيس ار اول سمبل ثينجز موجودين معنا we're taking them for granted، ما تتخيلوا قد ايه ممكن يسهلوا الحياة لل كلهم. you can use them they can type most of them they can type and this is عم نحكي احنا الword prediction. هلأ عشان ما نعمم مش كلهم معظمهم بيعرفوا الأحرف بس اللي ما بيعرفوا، إذا إحنا منروح للقبل اللي كنا نشوف how to teach them، هو عشان هيك كنا نحكي إذا هو لسه ما بقدر يعمل هيك منروح على الأبليكيشنز القبل، إحنا بدنا نعلمه A B وفي نس use the applications اللي قبل. في الابلكيشنز اللي هو البيكس تو سبيك انه بكبس على اي دونت لسه اولها ويت ايفنتشلي ذي توك، مش كلهم وممكن يكون نون فيربل وي هاف تو اكسبت وير هي از يوز اذر سترينث ميبي هي از جريت ات بينتينج او ميوزك او اتس يور جولز نوت هيز اتس ا ثين لاين اه اتس فاين يمكن ما يحكي. We have to accept كل ولد كيف هو. Use the pecs. Use pecs. Use P-E-C-S. وهلأ في pecs to speak. في كتير أشياء اللي هم basically هلأ بعطيكي بس نخلص بعطيكي إليك بالضبط كيف. In math بالنسبة للرياضيات حطيت لكم على الطاولة كلكم كيف تستخدموا. شغلات بسيطة حتى لو هم مش موجودين عندكم التول، كل المدارس فيها laminating machines right break it down to them to the concept كيف يعدوا how to read oh, of course these are simple يعني بتبين عملوا counting then count it's a kit هي بتيجي كت كاملة عشان الأعداد and you use them. هدول إحنا عملناهم بالمركز، هدول جاهزين، هاي بتيجي كت كاملة فيها كل الأعداد and when you add numbers to each other and it's different concepts. yes. حطيتكم اسمها بس خدوا اسمها. okay. هم موجودين and they're online وموجودين بالأردن كمان. counting blocks هدول counting blocks موجودين كمان. Lego blocks أي إشي موجود بالصف عشان إحنا نوصل الكونسبت للولد. enlarge the square papers the square papers اي وراء قصقصوهم كيف انتم بحاجتهم، احنا مثلا للماث احتجنا هدول، هلا دائما لامينيت عشان ما تضلكم
ترجعوا خلص هاي عملتيها مرة، الوسيلة هاي موجودة بتضلها على طول معك موجودة. أوكي، ف these are some of the tools you can use them إنكم توصلوا الكونسبت. calculators، في calculators هلا بتطبعي بحكي في earpiece، ف the technology is there. أوكي، إذا أنت معلمة مات عندك ولد مش عارف كيف، أوكي في كتير calculators اللي هي بتقدر إنه لما بتقوم اسمحوا لهم يستعملوا التكنولوجي inside the classroom. هلا عم نحكي هون على الإمكانيات تبعهم وقدراتهم، عن جد ما يعني قد ما بتقولوا هذا الولد مبدع هالقد مية، صدقوني عنده إمكانيات كتير كتير أكتر ما أنتوا عم تتخيلوا، لكن زي ما قلنا التواصل مشكلة والتقدم شوي بطيء لكن ممكن يصير، ولازم نآمل بقدرات هدول الأولاد وإيش ممكن إحنا إنه نعمل معاهم. وممكن كتير كتير إنهم يكونوا جزء فعال من المجتمع. ممكن إحنا نستخدم شغلات كتير بسيطة جوا الغرف الصفية. laminating machines is great. أي إشي اطبعوه، أي إشي بدكم تطبعوه اكتبوا أول إشي كلمة عم بتعلم من آلان نوفمبر how to research what you want. autism free printables وحطوا إيش بدكم for the math مثلاً. مليان resources online. أي إشي أي معلومة بدكم توصلوها laminate it and you use it. دايماً 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 استخدموا ال white board pens عشان تمسحوهم ترجعوا تستخدموهم كمان مرة. هدول تقدروا تاخدوهم معكم، أنا عملت لكم إياهم لكم. التاسكس، افرضي عندكم أنتوا اليوم درس math رح تتعلموا 1 2 3 كذا كذا، بتكتبوا له إياهم هون. كل ما بتخلصوا شغلة أنت بدك إياه من الصف تعملي تيك، خلصت الثانية تك، أتليست الولد بيكون عارف هو وين رايح، فهي كتير بتسهل لكم الشغل جوا الصف، أوكي؟ بعدين في عندكم الليدي باج اللي أنا حطيتها قدامكم هاي، بس هدول إذا هاي بتعلموه كيف يعد using these small stickers, simple thing موجودين بالمكتبات، أوكي؟ استخدموا هدول كتير مهمين. التايم تيبل كمان هدول تقدروا تاخذوهم تشوفوا كيف هدول كلهم بتقدروا تعدلوا عليهم على الكمبيوتر كيف بيناسبكم، ايش بيناسب المدرسه، ايش نظام المدرسه، ايش الغرفه، ايش بالبيت انا بدي اعمل، بتقدروا كل تجهزوا كل هاي الوسائل. اوكي الفيجوالز كثير مهمين، هدول قصوهم اعملوا لامينيشن فيلكرو تيب بتصير تقيمه وتحطي حسب انت ايش حاجتك بالصف. كمان بالضبط انهم يكونوا مجهزين هو عارف لكل الاولاد يتذكروا انه احنا ما بدنا. كثير مهم انه قبل ما ناخذهم اي محل زي ما قلت لكم فوتوا على الانترنت، بدنا نروح على متحف الاطفال نزلوا صوره لمتحف الاطفال، نزلوا صوره لكل غرفه بدكم تروحوا عليها، اشتغلوا معها قبل باسبوع جهزوهم انه اوكي كل يوم 5 دقائق وحطوا سكجول اليوم الاحد خلص هيك بعد 5 ايام احنا رايحين على متحف الاطفال، هاي متحف الاطفال هيك راح نعمل هيك. لما تدخلوا بيكون it's more familiar، بيكون العملية كتير أسهل لكم وبكل سهولة إنكم ممكن تيجوا. This is how you get them to be independent. وإنهم exactly exactly. هلا ما تنسوا إنه كمان عمل ال they progress. هلا إحنا عم نحكي عن كل طفل غير عن الثاني، وفي ناس صف أول بس في ناس صف خامس سادس سابع شوي. كل حدا لازم إحنا نصمم البرنامج حسب إيش بيناسبه. كل المواد والوسائل موجودة جوا الغرف الصفية وبالمدارس، بليز استخدموها. مش بحاجة المدرسة يكون عندها بادجت هالقد كبيرة عشان تكون بيئة دامجة عشان أنا أقبل الأولاد اللي يكونوا موجودين. وسائل بسيطة، كل التكنولوجي موجودة أونلاين، فري ابس موجودين. انا اعطيتكم الهاي فيها كثير ويب سايتس فوتوا عليهم، كل واحدة كل تيتشر الماث غير عن الريدنج غير عن الساينس، ونزلوا ايش انتم بتحتاجوا واسمحوا لهم انهم يستخدموا التكنولوجي جوا الغرف الصفيه. تفضلي بليز. النويز كانسلنج كثير مهم، في هيدفونز سبيشال وانز غاليين
وممكن أي هيدفون تانية، وممكن هيدفون موصولة بالكمبيوتر ميوزك تايك، استخدموها لما بتحسوا إنه الولد هلأ ضاج، الولد هلأ بحاجة إنه هو يكون يهدى يقعد. حاولوا قد ما بتقدروا إنه البرنامج كله يصير داخل الغرف الصفية. في شغلة ثالثة رح آخر واحدة رح أحكي لكم إياها. بأمريكا هلأ كل ولد مسموح له حسب البرنامج الدراسي وكم ساعة، 3 أو 4 كروت بنعطوا للولد أول نهار، طبعاً بتدرب على العملية، بتكون موجودة معه. ولل ADHD by the way you can use them. الولد عارف إنه أنا مسموح لي 3 breaks خلال النهار، بستخدمهم إمتى أنا بدي، مش لما أنتوا المدرسة عم بتقول له هلأ بتقدر تطلع. وكل واحدة عبارة عن 3-4 minutes مش أكتر. بيجي الولد عند تيتشر بعطيك إياها، أنت بتكوني عارفة إنه هو وصل مرحلة لازم يمشي، لازم يطلع من الصف، وبكونوا عارفين إنه بيطلعوا بس بركضوا شوي، بيمشوا شوي بيرجعوا، أحسن ما تخليه قاعد جوا الصف وهو مش معك أصلاً، هو مش موجود. فعشان هيك لما يقولوا لكم أنا بحاجة أطلع من الصف I need to go، أو بالصفي ما عم بحكي لك بس هو عم بيطلع، خليهم يطلعوا. طبعاً نتأكد إنه في حدا معاهم supervised، بيئة آمنة لإلهم، وهم ما هيك. إذا طلعتيه 5 دقايق برجع لك بعطيكي 15 minutes، أحسن ما تخليه ساعة ونص وهو أصلاً رح يصفي عم بدوج على كل الصف بشكل عام. بتحبوا تسألوا أي إشي تاني؟ please. thank you إلكم، شكراً كثير كثير. thank you.